وأنا من موقعي هذا وللمرة المليون أنادي بالمساواة. لقد قامت الثورة وأحد أهم مبادئها هي العدالة والمساواة. لقد انتهى عصر السيد والرجل الآمر الناهي. نحن الآن في القرن 21 والمرأة في المجتمعات المتقدمة صارت عاملة مثلها مثل الرجل. كمان تسقيفة ليك يا إنجي، أنت بتتكلمي كلام زي الألماز وأنا معاها. حكم صف الرجالة ده ما يطقش، يا لهوي بيخنق، ما يطقوش خالص الرجالة دي. أنت عبيط يا ابني، رجالة إيه؟ أنت هبل، دي بتتمرد عليك. عجبني عجبني. بقول لك يا إنجي، تمرد مش تمرد، بطل الكلام الفارغ ده، اللي هيسمعك هيفهمك غلط. فهمني غلط ليه؟ أنا بأنادي بثورة نسائية، ثورة ناعمة سلمية. الله الله يا انجي، طالما ثورة نسائية ناعمة خدوني معاكم يا ابوك، خدوني معاكم. في يا سامح؟ في يا حبيبي؟ انت راشق في اي حاجة كده؟ انا شرفني ان انت مش جاسوس مبسوس من الرجالة. جرى يا انجي بقى، انت كل شوية عاملاني جاسوس مبسوس ملحوش. فيها يا انجي بقى؟ لا 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 لا، اتمرد انا ليه؟ انا اتمرد على الرجالة ليه؟ دول عملوا لنا ايه الرجالة؟ الرجالة دول بيعملوا لنا بصي هما ما بيعملوش حاجة، بس برضه ما تتمردش عليهم. شم ريحة مش مطمناني. انتي من سلالة أمينة. أمينة مين؟ أمينة بتاعت سي السيد، والسوارس خبطتني يا سي السيد. لا بجد احلفي، أنا من سلالة أمينة. طب الفيلم ولا المسلسل؟ قولي والنبي. الفيلم يا بنتي. يا أبو شريط الأحمر يا اللي انتوا ما بتصدقوا. انت عارفه لو كانت ست امينه استغلت ثوره 19 هي وبناتها وعملت ثوره على سي السيد، كان ايه اللي هيحصل؟ كان زماني انا وانت يا حبيبتي رئيسات تحرير دلوقتي. لا رئيسات تحرير ايه؟ انت اخرج ها طبق اليوم اخرج. ايوه ايوه استاذ جميل، حاضر جايه. المساواه المساواه هي الحل. حاضر.